تعتبر كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في العبدلي من أولى الكنائس الأرثوذكسية في الأردن، وواحدة من أكبر الكنائس في العاصمة عمان. نور ساد زارت الكنيسة وأعدت الحلقة التالية. ما أعظم جمال بيتك يا رب، وما أرهب قدسيته، ما أروع أيقوناتك المتكلمة داخل كنيستك. أوصانا داود النبي وقال: هلموا لبيت الرب نذهب، فيه الراحة والسكينة وفيه فلك نجاة للخطى. انتقلنا اليوم لوسط العاصمة عمان، وتحديداً لكنيسة البشارة للروم الأرثوذكس العبدلي، لنتعرف على تاريخ هذه الكنيسة التي تعتبر من أوائل الكنائس التي بنيت في عصرنا الحديث في العاصمة. شيدت هذه الكنيسة عام 1962 في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات غبطة البطريرك فينيديكتوس الأول، بتبرع سخي من الدولة اليونانية الكريمة، تضامناً وحباً مع الشعب الأردني. سميت كنيسة البشارة بهذا الاسم بطلب من الدولة اليونانية لتكون في الأردن كنيسة تحمل اسم البشارة كما في اليونان أيضاً. يا كنيسة يا مجيدة أنت بيت الله، فيك نلتقي الإداب ونستمد منه الحياة. تدخل الكنيسة من الداخل فتجد الأيقونات متزينة على جدرانها، يتوسطها الأيقونوستاس أي حامل الأيقونات التي رسمها الإرشمندريت المتنيح بأيسيوس عام 1964. أما قدس الأقداس فيوجد فيه ثلاثة هياكل، الأول وسط الحنية المرسوم عليها أيقونة الأرحب من السماوات يحمل اسم البشارة، أما الهيكل الثاني يحمل اسم القديس فينيديكتوس، والثالث يحمل اسم رؤساء الملائكة. خدم الكنيسة العديد من الكهنة الأفاضل، منهم الأب الأيكونوموس قسطنطين كرمش الذي خدم ومكث في هذه الكنيسة منذ نشأتها، والأيكونوموس أديب عماري، والأيكونوموس سالم مدنات، الذين ما زالوا يخدمون الرعية بكل محبة وتفاني. البطرح السابق اللي هو فينيديكتوس اللي باسطته صارت بناء على طلب الرعية اشتروا الأرض، هون 5 دنم كانت، وطبعا راح التجأ لأول ما التجأ لليونان للكنيسة والحكم. الكنيسة لأنه الكنيسة الرئيسية في اليونان اسمها كنيسة البشارة إيفانجليزموس، ولذلك حبوا كأنه يعني بركة زيادة أنه البشارة هي اليوم رأس خلاصنا، ولذلك كلفوا هناك المهندسين، هم اللي هندسوا، الهندسة مش أردنيين، نفذوا هم مهندسين أردنيين ومتعاهدين أردنيين، ولذلك بتلاقي في مميزة فيها. شوف الأعمدة في القواعد تحت، مش سهل هذه القواعد، مش سهل أبدا، العرض والطول. وكان اللي مسؤول الخوري كان
نسبة الإسمنت ونسبة الإسمنت مع الخلطات كان يشرف عليها، ولذلك طلعت متينة جدا وشكلها مميز عن باقي الكنائس يعني. فعشان هيك سميت بالنسبة لارتباطها مع الرعية هون أو الكنيسة والسلطات مع الحكومة الأردنية، حبوا أنه بما أنها الكنيسة الأولى في اليونان حبوا أنه هاي الكنيسة تحمل اسم البشارة. الاحتفالات كلها كانت تكون في هذه الكنيسة، وطبعاً كان التلفزيونات تيجي تاخذ وينزاع من هون ويتصور من هون، كل هاي كانت حتى الإذاعات الأردنية المملكة، إذاعة المملكة ما تذيع إلا من هون، ولهلا حتى التلفون مربوط مباشر مع الإذاعة. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. تضم الكنيسة العديد من المباني وتقام فيها الكثير من النشاطات والفعاليات التي تخدم أبناء الرعية. حدثنا عنها بإسهاب الأيكونوموس سالم مدانات فقال: رعية هون ليست فقط من منطقة العبدلة أو الويبدي، حتى من مناطق أخرى من مناطق مختلفة بيجوا لكنيسة العبدلة لأنها إلها الطابع اللي إما تعمدوا فيها أو تكللوا فيها هم وأولادهم، ولغاية الآن مع أنه بكون في منطقتهم في كنائس ولكن مواظبين على القداديس وحضور المراسيم في كنيسة في كاتدرائية البشارة. طبعا عندنا الكنيسة هون بالطابق الأرضي تحتوي على قاعة كبيرة تستخدم لخدمة الرعية وبالذات بالجنانيز. عندنا عيادة طب أسنان مشرفة عليها دكتورة أيضا لخدمة الرعية وأي شخص يأتي بأسعار شبه مجانية، وعندنا أيضا المحكمة الكنائسية أيضا تستضيفها كنيسة البشارة في بالطابق الأرضي عندنا المحكمة. ومنعتز طبعا عندنا هون في كنيستنا أيضا من في كل كنيسة وفي كل موجود لجان، عندنا لجنة الكنيسة وعندنا لجنة سيدات كنيسة البشارة اللي لهم الفضل بخدمة كثير من أولاد الرعية، سواء ما يقدموا من ضيافة أو خدمة كبيرة بنقدمها لعدد حسب إمكانياتنا، عائلات محتاجة، عائلات وطلاب في بعض المدارس بتقوم لجنة السيدات بدعمهم ماديا، وفي الأعياد أيضا بنقدم المساعدات المادية والعينية للعديد من الأسر المحتاجة. نعتز بمجموعة كشافة عمان الأرثوذكسية اللي هي كشافة كنيستنا اللي أيضا مواظبة على خدمة الكنيسة بالاحتفالات والأعياد الرسمية. كاتدرائية البشارة طبعا من الكنائس القديمة بالأردن، والحمد لله الرعية داعمة للكنيسة، قبلة بالعديد من الأعمال داخل الكنيسة من زخرفة، من أيقونات مقدسة، من طاقة شمسية، من قرميد داخل الكنيسة، كله في مجهود أبناء الرعية الخيرين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد. في بيتك يا رب نسجد وللهوتك الواحد نعبد، فبارك محبي اسمك القدوس وعوض كل من تعب وسهر وكد.